أنا بحضركم مرة تانية، ضيفي الأستاذ خالد راشد أمين عامل الحزب المصري الديمقراطي سابقا. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا دكتور. منورنا. أهلا بك. السؤال المطروح علينا كلنا النهارده هو في انتخابات جايه، انتخابات رئاسيه، في غياب مش عارف اسميه تام ولا شبه تام للفعل الاساسي في الحياه السياسيه في كل دول العالم اللي هو الاحزاب السياسيه. فكاننا بنعمل مثلا ايه زي منتخب من غير انديه، عارف، تحس كده ان في حاجه مش مظبوطه. فبقى الناس بتبادر، يقول لك نعمل حمله شعبيه لدعم او مطالبه الرئيس السيسي ان هو بيرشح نفسه لانه ملوش حزب. يعني الحياه بتاعتنا تحس انها تركيبه خاصه، احنا عاملين حاجه مختلفه عن بقيه العالم. هل ده منطقي؟ هل ده متناسب مع طبيعه المرحله اللي احنا فيها؟ في تحديات فرض علينا الكلام ده؟ هل احنا ما عندناش نيه يكون في احزاب قويه؟ هل احنا بنعمل 100 حزب وفي نفس الوقت كاننا بنعمل حزب عشان ما يبقاش عندنا احزاب؟ عارف اللي هو فكره تفرقت الدماء. يعني احنا امام مجموعه من الاسئله لازم نفكر فيها مع بعض. ايه قراءتك لهذا المشهد؟ طبعا اشكرك اولا على هذه التقدمه الجميله وعلى ان اكون ضيف معاك في برنامج مهم زي حلقه الوصل، بيعمل محاوله وصل لكل الحلقات المفقوده او اللي بعضها السياسه. في الحقيقه ان الحياه السياسيه في مصر بتمر بحاله موات، يعني موت كلينيكي بالظبط كده، حاجه موجوده ومش موجوده، يعني اسم على غير مسمى. الحقيقه ان مش الوضع الراهن هو السبب في كل ده، دي ميراث ثقيل جدا من انه في حاله تاميم حصلت قديمه لفكره الحلقات السياسيه او الحياه السياسيه في مصر كلها. وللاسف الشديد جدا الاحزاب كمان شاركت في هذا، استسلمت لهذا الوضع من زمن بعيد. الانقسامات والغياب الديمقراطيه جوه الاحزاب كمان كان السبب الرئيسي من المساله. البنيه التشريعيه اللي موجوده في مصر من 50 سنه انبنت على انه فكره الانتخابات تقوم على فكره الفرديه مش على الفكره الحزبيه. وبالتالي كانت العصبيه وراس المال هو المحرك الرئيسي لاي انتخابات جرت في مصر يمكن في ال 30 40 سنه. فبقاش الحزب اقوى من المرشح. الحزب اقوى من المرشح. المرشح بقى هو اقوى من الحزب. هو اقوى من الحزب، هو اللي بيقود الحزب في معركه الانتخابيه وليس العكس. العكس. لو احنا عملنا تقسيم سريع كده للاحزاب اللي موجوده في مصر هنلاقي احزاب ما قبل الثوره واحزاب بعضها بيعتمد على التاريخ مثلا زي حزب الوفد، وبعضها بيعتمد على الزعامه او فكره الناصريه مثلا زي الحزب العربي الناصري زي الحزب الكرامه، دول بيستمدوا فكرتهم من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. ثم احزاب اليساريه زي حزب التجمع والانشطار اللي حصل لحزب التجمع لعشرات من الاحزاب والتيارات والجماعات والثوريات الكثيره جدا اللي كلها مظلتها كلها اليسار. ثم جت احزاب مرحله ما بعد الثوره، لم تسلم حتى الاحزاب اللي جت بعد ثوره يناير من نفس العيوب اللي كانت تمارس في ما كان قبل ثوره 25 يناير. فاما حزب بني على شخص، هتلاقي مصر الديمقراطي كان ايقونته الدكتور محمد ابو الغار. لما الدكتور محمد ابو الغار ساب الحزب حصل حاله تفكك في 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 الحزب. هتلاقي احزاب كمان تانية زي الدستور وغيرها من الاحزاب انبنت على فكره الشخص الواحد. ثم احزاب اخرى انبنت على فكره انها البوق الدعائي لتيارات اسلاميه زي الحريه والعداله وزي النور وزي الاحزاب الحركه الاسلاميه. دول في النهاية أحزاب كل البناء بتاعها بناء خاوي للأسف الشديد كده، لأنه الأصل في الحزب أن يبنى على فكرة، أن ناس تجمعت حول فكرة وحول منهج، وهذه الفكرة وهذه الأيديولوجية تسعى في النهاية إلى الوصول إلى سدة الحكم. وبالتالي فكرة الشخصنة التي قامت على الأحزاب اللي قامت على شخص أو على تيار فكرة أو على تيار ديني هي في النهاية لم تبنى حزب. لحد النهاردة لا نستطيع أن نقول أن هناك حزب سياسي حقيقي في مصر. حتى إرهاصات اللي قامت بها المصريين أحرار، لأنه مثلا زي المصريين أحرار كان قائم على فكرة عند بيسد عجز كبير جدا في كل الأحزاب، هو فكرة المال، أن أنت عايز تفتح مقرات، عايز تصرف على عمليات على دعاية انتخابية. الأزمة دي اللي تم حلها في المصريين أحرار، حتى فكرة قيام الحزب على شخص
الصراع الدائري الان رغم ان الحزب رغم يعني عايز تقول حضرتك انه رغم انه مشكله الفلوس اتحلت لكن مع نفس الوقت مفيش فكره حقيقيه مفيش فكره حقيقيه لانه عملنا ايه احنا عملنا بالظبط زي ما يكون بنعملنا فريق كوره رحنا اشترينا لعيبه احنا اشترينا لعيبه كويسين من 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 انديه مختلفه لكنهم غير متجانسين فكريا مع بعض ما بتجمعهمش وتيره فكريه واحده ولا ايديولوجيه واحده وبالتالي يشيل ويبنوا الحزب انما الحزب حالة الصراع على الرئيس على رئاسة الحزب أفقدت الحزب توازنه وربما تفقد الحزب وجوده في الحاسة وده يمكن ربما شفناه حتى في الانتخابات البرلمانية طبعا في الانتخابات البرلمانية اللي فاتت الأحزاب اللي كانت بتتصارع كانت كلها بتجري وراء المرشح وليس المرشح اللي كان بيجري وراء الحزب وراء حزب سياسي يدخله طب هل يعني أفهم من كده أن واحدة من الحاجات اللي محتاجين نفكر فيها أنه نخلي جرعة الأحزاب أو القوائم النسبية بدل ما يكون الانتخابات فردية هل ده ممكن يساعدنا في حل المشكلة؟ يساعدنا كتير أن احنا نعيد الاعتبار للحياة الحزبية والسياسية في مصر وده مش هيجي إلا أنك تغير البنية التشريعية القائمة على الفردية تخليها قائمة على فكرة الانتخابات اللي بالقوائم الحزبية عشان الناس تنتخب فكرة لأنه هيبقى قدام طيارات فكرية إما أنه يروح يمة اليمين إما يروح يمة اليسار أو الوسط هيبقى كمان تجمع تقريبا احنا عندنا 106 حزب في مصر كل معظمهم أو في أغلبهم الأعام هتلاقيهم كلهم بيقولوا برامجهم شبه واحدة وبالتالي لما بتعمل فكرة الانتخابات القايمة على الأحزاب هتلاقي كل دول اتجمعوا في تيارات فكرية اللي قريبين متقاربة اللي من يمة اليمين الوفد هيقود تيار ثم التجمع او اليسار هيقود تيار اليسار في مصر ثم مصر حد زي مصر الديمقراطي يقود تيار الاشتراكيه الاجتماعيه اللي موجود وله مدد يعني كانه بدل ما انا بجيب المنتخب من لعيبه منفردين لا انا عايز اقوي الانديه عشان يطلع لي من الانديه طرف اخد في المنتخب يعني. على فكره مثلا كان احد الحاجات اللي احنا يعني كنا نطالب بها الرئيس السيسي انه الرئيس السيسي جه في ظرف تاريخي مختلف تماما عن اي رئيس جاء مصر في عهدها الحديث كله ما عندوش فواتير انتخابيه بيدفعها لحد جاء بمدد شعبي جارف ما هوش طالع من حزب سياسي ولا من افكار سياسيه هو جاء في ظرف تاريخي لانقاذ مصر مما كان يحدث فيها قبل 30 يونيو لا يزال الامل في انه احداث التغيير في التركيبه السياسيه في مصر وتحديثها وتجديد خطابها السياسي اعتقد انه جزء من مهمة ومسؤولية السيد الرئيس ليه بقى احنا على اعتاب انتخابات رئاسية قادمة الرئيس السيسي جاء لولايته الاولى بظهير شعبي جارف اتمنى عليه ان تكون ولايته الثانية بظهير سياسي مش شعبي ليه انت محتاج الشعبوية والتعبوية دي تبدأ بيها الممارسة السياسية في المسألة ثم تستقر الأمر بعد الشيء كما هو مستقر الآن إلى أن تعيد بناء بقى دولة المؤسسات الدولة اللي هي تساعدك في التنمية الحقيقية لأن هناك أزمة حقيقية في مصر النهاردة الأزمة تقوم على أن هناك قرار سياسي يصدر وشارع غائب عن الوعي تيجي تقيس المسافة ما بين القرار كويس وحش مش هنختلف على مسألة القرار توقيته مش توقيته مش هنختلف بس من الذي يحمل هذا القرار وعيا الى الناس مين اللي بيبسطه ويتحدث بلغه سياسيه الى الناس فيبسط لهم معلومه سياسيه او قرار او يشرح لهم ابعاد سياسيه لقرار سياسي صدر الأزمة إنه مش بس ده ما بيحصلش الأزمة كمان إن المسؤولين في مصر تقريبا يعني بشكل كده يعني لا مش عارف المسألة ممكن تبقى شكلها تخاف إنها تبقى مسألة مثلا زي القرارات اللي تصدر تلاقي التوقيت بتاع القرار يصدر في توقيت مريب شوف مثلا يوم 30 يونيو احنا الناس بدل ما تحتفي وتحتفل بالثوره تلاقينا في قرارات بتطلع من الحكومه تزود اسعار الكهرباء والبنزين في توقيت مريب وشكله ما فيهوش سياسه ده ليه لان احنا ندير احيانا ملفاتنا الاقتصاديه بمسؤولين او بناس بتفهم في الاقتصاد لكنها لا تعي الابعاد السياسيه المساله ده حاله التغييب دي يدفع كلها فاتورتها تدفع الدولة فاتورتها من يمة وأدفع رئيس الجمهورية لأنه بيحصل حالة استنزاف للثقة كل الناس في مصر على فكرة كل المسؤولين في مصر بيتخذوا قراراتهم من الوزارات ومن الحكومة حتى مجلس النواب اللي المفروض يكون يعني ظهير كل الموجودين في مصر على الساحة بيستندوا إلى حائط
ثقة الشعب أو ثقة الجماهير في رئيس الجمهورية. ده في الحقيقة برضو خطر. لأنه هذا الاستنزاف الدائم من الثروة أو من هذه الثقة يؤدي في النهاية إلى أنه يحصل حالة تخبط. لأنه ممكن القرارات يعني قرار ما يكون غلط بس الانطباع العام ما دام طالع من الحكومة يبقى طالع من الرئيس. طالع من الرئيس مع أنه الرئيس ممكن في ملفات فيها حصل ديليجيشن تفويض فوضى محافظ فوضى يعني المؤكد. مش مؤسس الرئيس مش هترجع كل ملفات ملف والقرارات قرار من المؤكد من المؤكد هتلاقي قرار بهذه الصيغة أو مسؤول يعني جبت وزير أو محافظ يعني ليس على اهل المسؤوليه ولا اهل الثقه. الناس بتشوفه في النهايه بتحمل في الاخر الناس بتحمل مين المسؤوليه؟ بتقول الرئيس. بتقول متحمل الرئيس. انا ارى انه التركيبه بقى السياسيه الجديده دي علينا ان احنا نعيد بنائها ونعيد بنائها ونعطي ثقه للاحزاب لان احنا في الحقيقه كمان بنظلمها. انت الاحزاب بنقول عليها احزاب كرتونيه وبنقول عليها انها تفتقد الى الديمقراطيه وانها والى حاجات كتيره جدا بس انها لم تمنح الفرصه في الاساس. يعني احنا ما اديناش الاحزاب فرصه سياسيه حقيقيه لتعبر عن ذاتها وتصلح اخطائها لانه في النهايه انت بتدفعها دفعا الى انها تبقى مش موجوده على الساحه في حالة تغييب. في البعض يرى انه السياسة مكلمة واحنا مش فاضيين لوجع القلب ده وانه الارهاب ومقتضيات المرحلة تستدعي مننا ان احنا نتكاتف جميعا فنبعد عن السياسة وبوجع قلبها وبالمسألة دي. وانا اعتقد وده مش كلامنا ده حاجات يعني تقريبا استقر عليها العالم كله انه جزء من ان انت تتحمل مسؤولية قيادة المجتمع الجزء احنا منه السياسه جزء منه احنا الترمومتر الحقيقي لمساله فكره ان يكون هناك عمل سياسي من عدم هي الواسطه الحاجه اللي في النص رمانه الميزان ما بين مصدر القرار وما بين الشعب او الجمهور اللي القرار. حضرتك بتقول انه يعني في الفتره القادمه واللي غالبا هيكون فيها الرئيس السيسي هو رئيس الجمهوريه على اعتبار ما له من رصيد كبير هيكون زي ما هو شغال في مشروعات قومية كبرى من أجل البنية التحتية وإعادة توزيع السكان على مساحات جغرافية إحنا تاريخيا بعتبارها صحراء ما نروحلهاش هو كمان جزء من أجندته ينبغي أنها تكون إعادة بناء إعادة تأهيل البنية التحتية السياسية تمام. من خلال المعالجة التشريعية للأحزاب ونشوف إيه اللي بيسمح فيه الدستور بحيث أن في الآخر خالص الناس تتعامل مع الأحزاب زي ما بتتعامل مع كل حاجة بنتمي النادي بنتمي المؤسسة للنقابة إلى آخره لأنه هو ده اللي في مرحلة لاحقة هيشيل البلد لقدام فبتبتدي يكون عندنا برامج ويكون عندنا أحزاب أغلبية أو حزب أغلبية أو أحزاب معارضة ده يضمن لمصر استقرار مؤسسي في فترة ده مؤكد. انا عايز ادي مثال للحكايه دي. اتفضل. احنا بنبني العاصمه الاداريه الجديده بنبنيها على احدث النظم والطرق في كل حاجه حديثه جدا لكنه في الحقيقه هننقل لها عشوائيه العاصمه القديمه ولا كاننا بنبناش حاجه لانه لما بتبني جديد ينبغي ان يكون الناس اللي هتسكن هذا المكان صح مؤهلة سياسيا واجتماعيا وثقافيا لانها انها مش بس تسكن فكره السكن كسكن انما تدير حياه مختلفه ما هو انت هترمي زباله في الشارع تاني وهتركب عربيه بالعرض وصف تاني وثالث هيحصل كل الموبقات التي كانت تحدث في العاصمه القديمه في القاهره هننقلها بثقافتنا كما هي الى العاصمه الاداريه الجديده. يبقى مطلوب مننا كمان احنا نؤهل الناس لمتطلبات المدينه الجديده. مين بقى اللي عليه الدور ده؟ المجتمع المدني بمؤسساته الاحزاب. حضرتك كنت بتثير قضيه الان قبل الظهور مع حضرتك السكان فكره ان الوعي بالقضيه السكانيه هذا دور سياسي مش بس دور مش قرار سياسي هيصدر بمنع الدعم عن ده حتى لو احنا اصدرنا قرار غدا انه والله الشخص اللي هيبقى عنده ولد ثالث سوف يحرم من كل التموين من كل الخدمات الخاصه بده هذا القرار من الذي يحمله الى الناس اللي تحت في الغلابه اللي في الشارع اللي هم هيطلع لهم واحد يقول لهم شوفوا بيخالفوا ربنا شوفوا الناس اللي مش عارف ايه مين اللي هيحمل هذا القرار مين اللي هيحمل وعيه الاحزاب السياسيه والمجتمع المدني الاحزاب السياسيه والمجتمع المدني طيب باذن حضرتك هطلع فاصل سريع وبعد الفاصل هناقش بقى الانتخابات اللي جايه تحديدا ايه الدور اللي ممكن تقوم بيه الاحزاب في انتخابات رئاسيه قادمه يعني غالبا هيكون فيها جدل مرشح واحد ولا اكتر من مرشح طب احنا دلوقتي المرشح الواحد عارفين هو جاي من انهي مؤسسه ويمثل ايه برنامجه على ارض الواقع بيتحقق بيكلمنا بيخاطبنا فاهمين بيفكر في ايه
لكن طب مين اللي هينافسه؟ ومين ايه المؤسسه اللي هيطلع منها او المؤسسات اللي هيطلع منها هؤلاء المرشحون اللي هيدخلوا في الانتخابات الرئاسيه القادمه؟ فاصل ونرجع نكمل نقاشنا مع ضيف الاستاذ خالد راشد امين عن حزب المصري الديمقراطي سابقا والمحامي المشهور. ولا يزال الحوار موصولا مع ضيفي الأستاذ خالد راشد أمين عام الحزب المصري الديمقراطي السابق، والسؤال اللي بوجهه له دلوقتي ماذا عن الانتخابات الرئاسية القادمة؟ مين اللي هينزل مرشح أمام الرئيس السيسي إذا اختار أنه هو يرشح نفسه في الانتخابات القادمة؟ تقريبا العنوان مطلوب مرشح. مطلوب مرشح. العنوان اللي يعني او كذا مرشح او كذا مرشح. بس للاسف احنا مش يعني طبعا دي معركه كبيره. معركه بحجم وطن قد مصر وفي مرحله هامه جدا في تاريخ الوطن. بعتقد انه على كل القوى الوطنيه انها تتحد في البحث عن مرشح حقيقي. لانه من مصلحه مصر ومصلحه الديمقراطيه ومصلحه الرئيس نفسه ان تكون هناك معركه انتخابيه حقيقيه تجري على ارض الوطن، فيها برامج، فيها افكار، فيها حساب عن 4 سنين فاتت وتقديم لما هو قادم في الدوره الثانيه للرئيس الجمهوريه. انا بعتقد من الذين يؤمنون بان من حق رئيس الجمهوريه انه يترشح للدوره الثانيه يكمل برنامجه اللي بدأوا. الانتخابي اللي بدأوا. اتنين، انه اذا طلق مصر الان قرر انه ما يترشحش يبقى هو طلق مصر في هوية. انه في النهاية احنا برضو ما عندناش حد تثق فيه الجماهير الثقة المطلوبة او اللي هي تشيل البلد في الفترة اللي جاية بكل التحديات اللي بتحصل زي ارهاب وزي حاجات كتيرة جدا بتحصل في البلد. انا لست ضد انه يبقى في حملات تطالب السيد الرئيس بالترشيح. لكن ضد بعض هذه الحملات اللي بعضها بيحاول يؤمم المعركه الانتخابيه قبل ان تبدا. لانه في النهايه انا قلت ومصر على فكره انه المعركه في مصلحه الجميع، في مصلحه الوطن وفي مصلحه الديمقراطيه. لكنها في النهايه محتاجه نحط لها قواعد. قواعد جيده. وانا بعتقد انه مدعيين كلنا كمجتمع ان نضع قواعد المعركه الانتخابيه القادمه، ربما هتبقى معركه حقيقيه. احنا شفنا معركه انتخابات 2005 اللي خاضها الرئيس الاسبق مبارك، كانت معركه تقريبا شبه هزليه او كرتونيه. احنا بنتعشم ان احنا نجد معركه حقيقيه تتصارع فيها الافكار، لانه احنا محتاجين في الحقيقه ان يبقى عندنا بناء سياسي حقيقي. أنا قلت إنه الرئيس السيسي مطالب أو أنا أطالبه بأن يكون المعركة اللي جاية الجديدة دي اللي داخل على الولاية الثانية له ظهير سياسي، مش مهم إنه يكون حزب، مش مهم إنه يبقى هو رئيس حزب سياسي، إنما يكون له ظهير سياسي. هذا الظهير السياسي مبني على فكرة، مبني على أيديولوجية، مبني على مجموعة من القواعد الفكرية أو الأسس اللي هيختار على أساسها الوزراء، اللي على اساسها هيبقى برنامجه الانتخابي اللي هيكمل بيه الدوره الثانيه، عشان نبقى عارفين نحط اساس للي ما بعد مرحله اللي بعد كده. لانه في الحقيقه احنا مش بس بنأسس لده، احنا مطلوب ان احنا نأسس للمستقبل، مش مطلوب ان احنا نأسس لده. يعني احنا بنبني عاصمه اداريه جديده، بنبني قناه سويس ثانيه، لا نبنيها الاربع سنين قادمه فقط، انما نبنيها للمستقبل. كيف نعيش المستقبل ده؟ ايه الاطر اللي فيها؟ ايه الافكار اللي احنا هتبقى تشيل البلد لقدام؟ الرئيس بيعمل مؤتمرات شباب، هل هذا لوحده كافي؟ اعتقد انه مش كافي. بيعمل خطوه لقدام، اي بيعمل خطوه لقدام، انما المسافه ما بين انعقاد المؤتمر والمؤتمر بننسى كل اللي حصل تاني. التاني اقول انه جزء من ازمه الحكم في مصر في عمومها ان الكوادر السياسيه، لغياب السياسه عن مصر سنوات طويله جدا، غياب هذه الكوادر السياسيه هي ازمه مصر الاولى، وهي اللي بتخلي هناك هوه سياسيه وفجوه ما بين القرار وما بين
الشارع في يعني الشعب كله. يعني كانه ضمنا احنا مطالبين زي ما بنعمل مدارس علشان اولادنا يؤهلوا علميا، زي ما بنعمل نوادي علشان اولادنا يؤهلوا رياضيا، احنا كمان محتاجين تاهيل اولادنا سياسيا، وده لا ياتي الا من خلال بنيه حزبيه قويه بنية زي حزبية. دول العالم الديمقراطيه طبعا 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 محتاج دعم. احنا بالظبط لو احنا عايزين نشخص الحاله في مصر، عندنا فريق كوره، عندنا دفاع قوي جدا جيش وشرطه، عندنا راس حرب هايل، بس ما عندناش خط وسط. حلو التشبيه. اللي بينقل الدفاع بيساعد الدفاع مره ثم يساعد في الهجوم مره، خط النص ده هو السياسه. لو انت شلت خط النص من الملعب هيبقى اللي بيدافع من غير ظهير في النص يدافع، يعني صح. يدفع عنه او يبقى خط دفاع اول قبل الدفاع، ولا حدش هيبقى بيساعد راس الحرب اللي عندك او الرئيس اللي موجود على انه يحرز اهداف او انه اللي هو افكاره تبقى محل تنفيذ حقيقي. محتاجين نعيد الاعتبار لخط النص بتاع مصر. لا ده كلام مهم جدا وانا بشكرك عليه، واعتقد انه الرساله الاساسيه اللي الاستاذ خالد بيقولها واللي بيقولها اي حد يعني خايف على مستقبل البلد، وهو ان كنا بنثق في القياده السياسيه الموجوده والمؤسسه اللي بينتمي اليها، انما في نفس الوقت احنا لازم يكون كل مؤسساتنا تشتغل. يعني ما ينفعش ان احنا نفترض ان مؤسسه واحده تقدر تشيل كل البلد طول الوقت. نقدر ده، والفتره احنا فتره استثنائيه، فتره تاسيسيه لمرحله ما بعد، يعني زلزال سياسي واجتماعي واقتصادي وثقافي كبير حصل لنا من 25 يناير لغايه 30 يونيو. احنا محتاجين واحنا بناسس لمرحله ما بعد الثورتين ان يكون في بالنا برضو انه لابد من تاهيل البنيه السياسيه المصريه، لان هي خط النص المهم زي ما قال الاستاذ خالد راشد، ما بين خط دفاعنا القوي القايم على فكره تامين الدوله وتامين الوطن وتامين المواطن من جيش وشرطه، لكن كمان محتاجين خط وسط يساعد الرئيس اللي هو راس الحربه بتاعتنا، واللي هو الحقيقه بيقود كل هذه المنظومه بحكم المنصب من ناحيه وبحكم الكاريزما من ناحيه والظرف الاستثنائي من ناحيه ثالثه. فاحنا بالفعل محتاجين كمان نشتغل على مؤسسات الوساطه السياسيه الا وهي الاحزاب. بشكر الاستاذ خالد راشد، شكرا جزيلا. انا سعيد جدا كنت معك. شكرا اعزائي المشاهدين، هذا ما امكن اراده وتيسر اعداده وقدر الله لنا قوله. اصبحوا على خير.